بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هنعمل مع بعض النهاردة الزبادي أبو رغوة. طبعا ما بيختلفش عليه اتنين، الكل بيحبه، الصغيرين والكبار. وكمان الزبادي عامل مهم جدا في التخسيس، يعني لما تجيب كوباية وتعصر عليها نص ليمونة وتاكليها بالليل قبل ما تنامي بجد هتفرق كتير معاك. وكمان ان شاء الله بإذن الله هعمل لكم وصفات حلوة قوي بالزبادي في فيديو قريب ان شاء الله. هعمل لكم الآيس كريم، هحتاج فيه زبادي، وفي كمان وصفات كتير حلوة او تحتاج زبادي. طبعا انت هتكوني عاملاه في البيت بكميات كبيرة زي ما انت عايزة، اللهم صل على سيدنا محمد، ومن غير تكلفة خالص. تعالوا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم. مش هنحتاج عندنا هنا غير كيلو من اللبن، لتر من اللبن يعني، وباكت زبادي. لو هتعملي 2 لتر هتحطي 2 زبادي، فانا هعمل لكم بس مقادير الكيلو. هتحطي باكت الزبادي كده في الخلاط وتحطي عليه اللبن، او تحط اللبن وتحط عليه باكت الزبادي، مش مشكلة، كل ايه ودنك منين يا جحا. علبة الزبادي هنا هي الخميرة اللي هشتغل بيها. بعد كده ان شاء الله بإذن الله هتعملي زبادي تاني، هتجيبي لبن وهتاخدي من الزبادي اللي انت عاملاه القديم ده، هتاخدي حوالي برضو نفس العبوة اللي احنا حطناها على الكيلو، يعني نفس الحجم. شوفها كم جرام، انا مبصتش عليها بصراحة. نفس الحجم حطيه على الكيلو، بدل ما تروح تشتري تاني باكت الزبادي من السوبر ماركت او حاجة، لا خدي من اللي انت عاملاه اعملي بيه، ده الخميرة بتاعتك بس كده. هتخلطي بقى لتر اللبن مع باكت الزبادي، حلو قوي في الشفشق الخلاط، مش هتحط عليه اي اضافات، هو بس لتر اللبن وباكت الزبادي، وهتفضيهم بقى في الحاجة اللي انت هتعملي فيها. يعني انا هعمل هنا في طواجن، وهعمل برضو في كوبايات. انت اي حاجة عايزة تحطي فيها الزبادي خلاص حطها فيها عادي، مفيش اي مشكلة خالص، ازاز، فخار، اي حاجة. انا هفضي بقى فيها، انا هعمل كمان على فكرة كمية، هعمل كمان كيلو لبن، هفضي الكمية دي وهرجع اعمل تاني كمان كيلو لبن. والعلب الفاضية بتاع الزبادي دي هحط فيها برضو عادي، مفيش مشكلة خالص. الاولاد بيحبوا ياكلوا في العلب اللي زي دي كده، يعني كأنها لسه مشرية يعني وكده، فهحط لهم في العلب الفاضية دي. شايفين اللي نزل ده بقى الرغوة، انا بحب بصراحة الزبادي اللي بالرغوة، فانا الرغوة بتاعته ما برميهاش ولا حاجة، لا انا اللهم صل على سيدنا محمد بخليها على وش الزبادي كده، بيخليها شكلها حلو بصراحة. انا بحب الزبادي ابو رغوة ده. انت مش حابة الرغوة بلاش تحطيها، او توهي كده الاول الرغوة في اللبن قبل ما تفضي. عملت كمان كمية وجبت كوبايات حطيت فيها مجات كده، اي حاجة عندك عايزة تحطي فيها عادي مش اي مشكلة. بعد كده بعد ما تفضي كل الكمية بتاعتك هتعملي ايه؟ لو احنا في الشتاء هتولعي الفرن يسخن حلو قوي، وبعدين تطفي على طول وتدخلي الحاجة اللي انت حاطه فيها الزبادي وتسيبيها في فرن البوتاجاز لتاني يوم. ده لو احنا في الشتاء هتولعي الفرن وتسخني بوتاجازك حلو قوي، فرن البوتاجاز يعني، وبعد كده تحطي فيه الزبادي وتسيبيه لتاني يوم. طيب لو احنا في الصيف زي دلوقتي ودرجة الحرارة عالية هتعملي ايه؟ ما تعمليش حاجة خالص، هتفتحي فرن البوتاجاز وتحطي فيه الحاجة دي، الحاجة اللي انت حاطة فيها الزبادي، كوبايات او خلافه، من غير ما تولعي اي نار. طيب انا حطيته كنت عاملاه بالليل، حطيته بالليل وغطيت عليه فرن البوتاجاز عادي من غير ما اولع عليه اي نار زي ما قلتلكو، اللهم صل على سيدنا محمد، وفتحت عليه تاني يوم الظهر. لما فتحت عليه لقيته ما شاء الله بقى متماسك وحلو قوي، وخلاص خلص على كده. تقدري بقى اللي انت تحطيه في التلاجة تسحبي منه بقى، تأكلي الاولاد، اللهم صل على سيدنا محمد، تعملي به وصفة بجد حلو قوي. قد ايه قوامه حلو، والرغوة اللي على الوش دي حلو قوي، انا بحبه على فكرة برغوة. زي ما قلتلك لو انت مش حابة الرغوة تقدري انك تحوشي الرغوة دي خالص. شايفين انا بوريكو بس هو قد ايه متماسك، شايفين لما وقعت الكوباية مفيش اي حاجة نازلة خالص، لا شرش ولا وقع ولا اي حاجة، لانه متماسك وحلو ما شاء الله. لو انت هتريبي لبن في البيت هيبقى فيه شرش كده وصايص، انما لما تعملي بالطريقة دي بجد هيبقى حلو متماسك مفيهوش شرش خالص، وما شاء الله طعمه بصراحة طعم حلو قوي، احسن والله ما تشتريه من السوبر ماركت. يا ريت بقى اللي تعجبها الوصفه النهارده تشترك معايا في القناه، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم.
تشترك معايا في القناة، لو انت يعني لسه ما اشتركتيش اشتركي معايا، فعلي زر الجرس، اوعي تنسي اهم حاجة زر الجرس علشان لما انزل اي حاجة يوصلك مني كل الفيديوهات اللي انا انزلها ان شاء الله باذن الله. فيديوهات هتبقى متميزة وحلوة قوي، هتعجبكم باذن الله. دوسي بقى اشتراك وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. الله اكبر الله أكبر. ومن هنا لغاية لما نتقابل بفيديو جديد، اسيبكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.